مرة في واحد الأجواء ديال الروح الرياضية، حنا ما كتهمناش النتيجة دابا، حنا اللي كيهمنا هو نتمتعو نتفرجو على مصطفى واللي كان أفضل الله يسهل عليه، مقابلة ديال 90 دقيقة فيها 3 ديال النقاط، ونتمنى حتى المسيرين ما يعطيوش لمصطفى لهاد المقابلة أكثر من الحجم ديالها، لأن حيت كندخلو في دوك التحفيزات الكثيرة وهذا كنوليو مصطفى كنضغطو على اللعابة. مقابلة عادية كيف ربحتي 3 نقاط على الرجاء أو الوداد، كيف غتربحها على ليش، كيف غتربحها على أخليبكا، على رماس، على هذا، على هذا، وإلا انهزمتي في مقابلة راه مقابلة ديال كرة القدم عادي. هذا هو اللي غنقول اليوم. اللي مهم هو أن الفرق بجوج تقريبا مصطفى غيكونوا حاضرين يعني بالتشكيلة ديالهم، يعني بالعناصر ديالهم كاملة، كاينش غيابات، الغياب كاين في الوداد ديال الداودي اللي عنده إصابة. بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي استرجعوا الخدمات ديال الحركاس، والمجموعه اللي كيلعب بها المدير الكبير راه كاينه مدربين بجوج، كاينه واحد تصريحات احترافيه مصطفى بيناتهم، كل واحد يعني كيقدر المنافس ديالو، كيعرفوا بان المقابله لن تكون سهله على فرق بجوج. الضغط النفسي غادي يكون حاضر، لما مصطفى كنبغيو نوجدوا مثل هذه المقابلات تقبية، هاد اللقاءات ديال الديربي، الجانب مصطفى الذهني كيكون هو الحاسم. المدرب اللي عرف مصطفى يوجد اللاعبين ديالو ذهنيين راه هو اللي كيربح المقابله، هو اللي كياخذها، لان لما كتاهل مصطفى اللاعبين ديالك على المستوى النفسي فكيدخلوا في الاجواء ديال المقابله بواحد الشكل اللي هو سريع وكيعطيو. اكيد الفرق بجوج مصطفى عندهم نقاط قوه ونقاط ضعف، وعلى مستوى التركيبة البشرية إلى شتي العناصر ديال الوداد والعناصر ديال الرجاء هاد السنة كيبرك بأنه كاين امتياز لاعبين ديال الوداد على المستوى الفردي، وبحكم كذلك أنهم لعبوا لقاءات كثيرة بيناتهم. الرجاء الرياضي في واحد المرحلة ديال إعادة البناء، تم تسريح مجموعة من اللاعبين كان لسنة العقود ديالو، وكان بطبيعة الحال مابقاش عنده مستوى باش يلعب في الرجاء، بالموازاة تم انتداب مجموعة من اللاعبين الآخرين جداد، وباش ينسجموا بيناتهم فراه ضروري مصطفى خصو واحد الوقت وخصو واحد المباريات كثيره. ولكن دائما مصطفى انا كنقول المقابله ديال الديربي ما كتامن شي باللي عنده لعابه فرديا مزيان او لا، هذا كتامن بالمدرب اللي عارف يخلق مجموعه متماسكه، والمدرب اللي عارف يقرا اللقاء. الى اليوم انا كنشوف مدير الكبير مع عموته، غادي نقول لك اولا هادو واحد جوج ديال المدربين مصطفى اللي الميولات الدفاعيه ديالهم اكثر، كيلعبوا تكتيكيا بزاف، ما كيغامروش هجوميا لا عموتا ولا مندي الكويان. وانا نتمنى يلعبوا لنا شويه مفتوحين، بغينا نتفرجوا، بغينا نتمتعوا. التشكيل نعاود نذكروا بها انا شخصيا اللي كنتوقع لا الوداد ولا الرجاء، فبالنسبه للفريق الوداد هو المستقبل مصطفى في هذه المقابله، ياك هو المستقبل، تفضل. هو المستقبل باش نمشيو اخويا مصطفى نعطيو يعني كما كيقولوا لي كل ذي حق حقه. فريق الوداد الرياضي انا كنتوقع انه رضا التكناوتي في حراسه المرمى، رباعي الدفاع بن عياده فرحان عطيه الله العملود، وغيمن غالبا حسين عموته وسط الميدان باربعه ديال اللاعبين، جبران كنعرفوا اوكم طرود، زهير المترجي ما لعبش هذه المقابلات الاخيره، واش ورد 100% او لا لا، انا هذا الشيء علاش قلت اربعه في وسط الميدان باش يحاول يغطي الغياب ديال اوكلي ما غيكونش، او لا زهير لما كانش في الفورمه ديالو غيدير في الوسط حيموت الحسوني جعدي وجبران. وعلى مستوى الهجوم سي محمد اوناجم مع جونيور سامبو، وبدا يخرج الحسوني وبدي يعطيهم مصطفى داك الثلاثي الهجومي القتيل، وكيولي تحول اللاعب حمود يلعب 10 كصانع العاب. بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي انس الزنيتي في حراسه المرمى، حركاس مع الهدهودي، بنتيك في الجهه اليسرى، النهيري في الجهه اليمنى، هذه التوليفه اللي كانت في الجوله الثانيه لما شفنا بنتيك رجع كظهير ايسر والنهيري رجع كظهير ايمن، وكان مردود ديالهم مزيان في وسط الميدان، صبار الى جانب اهولو وزريده. ولا استبعد ان مندي الكبير بدوره يقدر يهدي في مكعازي كلاعب رابع في وسط الميدان او لا بنغيت، ويلعب باكسي الماي مع بن جديده. انا كنشوف التشكيله مصطفى المتوقع الفريقين بجوج غيلعبوا خايفين،
لا عموته ولا مدير ما يبغيوش يغامروا، يمكن اللي يقدر يفتح لنا المقابله هو شي هدف مبكر. لك الكلمه اخي مصطفى. شوف السي حسناوي، هذه المباراه صعيبه، المباراه كيما يقدر يربح الوداد كيما تقدر تربح الرجاء. ما الوداد قوي على الرجاء، ما الرجاء قوي على الوداد، كل صراحه مباراه صعيبه وصعيبه بزاف. شفنا انتصار ديال الرجاء، شفنا التعادل ديال الوداد مع طنجة. كنظن هذه المباراة السحسنية غادي تكون مخنوقة هذه المباراة، باعتبار ان حتى الخطة باش كيلعب بها عموتا كيلعب واحد التحفظ اللي هو كبير. كذلك مونديال كبير كنعرفوا بانه كذلك كيغطي كي الدفاع وكذلك كيملا وسط الميدان، وبعض الحالات كيعتمد على الهجمات المرتدة. كنظن المباراة السحسناوي نتمناو بان نشوفو فيها كرة، مابقاش نشوفو فيها داك التحفظ من المدربين جوج، لا مدير كبير ولا حسين عموتة. ولكن هاد المباراة السحسناوي فغادي يكون فيها منتصر، وكما كنقولك حسناوي نقولها وكنعاودها منها، ترى حتى فريق مقوى من الاخر. غتقول لي اللعابة عندها الوداد وعندها هادي وعندها، متفق معك. غتقول الرجاء كذلك عنده، ولكن في المباراة ديال الديربي حسناوي فالمنطق بلا كيعتمد لا على ترتيب ولا على لاعبين ولا على حتى حاجه. الحاجه اللي ربما في هذه المباراه اللي غادي تخاد حسناوي، اللي استغل فرصه واحده واللي سجل الاول فاز حسناوي. كل صراحه الوداد سجلت الاولى انتصرت، الرجاء سجلت الاولى حتى هي انتصرت حسناوي. ونتمنوا كما قلت هذه المباراه حسناوي يشوفوا في اداء اللي هاد المباراة الماضية شغا يشوفوها غير الناس اللي كاينين الداخل، ولكن كاين الناس كذلك في أوروبا متبعين هاد المباراة، كاين الناس اللي غادي يجيو من أوروبا باش خصيصا المباراة ديال الديربي، كاين كذلك الناخب الوطني غادي يكون حاضر مع المساعدين ديالو باش يحسم نهائيا كذلك بعض ربما بعض اللاعبين، واش غادي يتم يكونوا في اللائحة المقبلة أو ما يكونوش. إذا هناك عدة اعتبارات المباراة السحسناوي فيها ضغط كبير على لا الوداد ولا على الرجاء، ولكن على العموم حنا نتمنوا باننا نشوفوا مباراه اللي هي كثيره. واحد الاخ سي محمد السويكي، تحيه لك اخي، كيقول الوداد احسن بكثير من الرجاء. شوف اخي، راه هادشي اللي كتقول انت على حسب مستوى اللاعبين عندهم، ولكن ما تنساش اخي راه الديربي راه كانت واحد الوقيته الرجاء براسه، الرجاء كيكون عنده لعيبه كبار وما بالمره ما تربحش، ما كاينش كتربح الوداد كان، والعكس صحيح. الوداد كان كيكون واحد الوقيته كان عنده لعابه كبار وكان كيكون في الطوب ديالها وما تربحش الرجاء. اذا انا بالنسبه ليا صعيب وصعيب وصعيب بزاف الحسناوي. انا بالنسبه لي اللي سجل الاول انتصر والصلاه على النبي الحسناوي. واش غادي نقولوا بالنسبه للتشكيله؟ انت اللي قلتي انت حسناوي هو الاقرب في الاقرب بواحد الشكل اللي هو كبير. زهير مترجيب كل صراحه لرجع وكان في المستوى ديالو، فهو لاعب السحسه كيبقى خطير، اللاعب تاوك هو كيقصد اللاعب المدافعين، اللاعب اللي هو قوي بكل صراحه زهير مترجي. من جانب اخر السحسناوي اكسيل ماي ربما يقدر يكون كذلك كورقه رابحه لفريق الرجاء، رغم انه ما سجلش، رغم انه ما درش محاوله، ولكن ربما السحسناوي اكسيل ماي يقدر يكون الورقه الرابحه في المباراه ديال الرجاء الوداد الريادي والرجال الرجاء الرياضي. ونتمنوا التحكيم السحسناوي، نعاودو نقولها، الحكم ما يخافش الحسناوي، يمشي يدير المباراة ديالو، يدير المباراة ديالو كما ينبغي وبلا الضغط وبلا والو، ان شاء الله يخرج المباراة الى بر الامان. تفضل حسناوي. هو باش نتفاعل مصطفى مع التعليق ديال اخ سي محمد السويكي، واش سي محمد هو الديربيات على المستوى العالمي دائما كيصعب عليك انك تكهن بالنتجه ديالهم، ولو كاين الانسجام عند لاعبي الوداد، كاين تجربه كبيره عندهم، ولكن هذه المعطيات دائما في ديربيات كانت كتكون الرجاء قويه وكتنتصر الوداد، كتكون الوداد قويه وكتنتصر الرجاء. وما نمشيوش مصطفى بعيد، الا تذكرتي معايا الديربي العربي ديال 4-4 فريق الوداد الريادي كانت غابت عليها مصطفى 60% من اللعابه ديالو، انا داك وديجا ما كانوش بعدو، كان عنده نقائص وكانت عنده مشاكل وكانت غيابه مصطفى ضربات الفريق، ومع ذلك هو اللي كان متقدم 4-1. ومن كان يتوقع منا ان الوداد، كنت تقول اي واحد ديك المقابله ان الوداد في ظل الغيابات اللي عنده يكون متقدم 4-1، ما غيصدقكش ما غيصدقكش. إذلك فالديربي هو عوامل نفسية وعوامل ذهنية، وكذلك واحد النقطة، الديربي يا مصطفى ما كيبغيش من المدرب يجي عاد يبقى يجرب، راه الديربي كتلعبها مصطفى
بالامور اللي انت عارف ان مش كان جيش حتى المقابله ديال الدير بعد كان ما يجربش اللعابه اللي ما عمر جربتهم، ولا كان بنوظف واحد اللعاب شي توظيف اللي ما عمرو وظفتو فيه. لا، الديربي كتمشي على العادي والاعتيادي. تكلمتي على التحكيم، التحكيم مصطفى حنا دابا يعني ما خصنا ما علينا الا الدعم والمسانده ديال 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 الحكم اللي غادي يكون، ونتمناو يكون موفق، ونتمناو الاخراج يكون في المستوى كذلك الكبير. وعطينا توقعات ديالكم مقابلات الديربي الاخوان اللي الان. هو مصطفى مونديال الكبير اول ديربي ديالو في المغرب، حسين عموته سبق يلعب يعني كنت فريق الرجاء الرياضي. غنشوف مصطفى الغلبه لما ستكون، واش الاطار الوطني حسين عموته او الاطار التونسي مونديال الكبير. ونتمناو حنا مصطفى الرابح في هذه المقابله هو كره القدم الوطنيه. قول لنا شكون غادي يربح؟ نعم مصطفى، قول شكون غادي يربح؟ الوداد ولا التعادل بالاهداف؟ تعادل بالاهداف. انت ملي تبغي تسلك راسك تقول لنا التعادل احسن. مصطفى انا هذا موقفي وراه كنجيب، وراه قلت اتحاد طنجه التعادل، قلت له صدق مع تعادل مع اتحاد طنجه. انا صدق انا وعندي علاش بنيت التعادل، بنيت التعادل على ان الفريق لا مدير الكبير لا عموته ما كيغامروش. بنيت التعادل على ان الحكم والتصنت غادي يوقف المقابله بزاف، وغيتسنى عاد تخرج المقابله بخير وعلى خير، وغنلعبوا جوج دقائق ونوقفوا، ولعبوا اربعه دقائق ونوقفوا. الا كان شي انتصار مصطفى يقدر يمشي كره ثابته زاويه ضربت خطا ولمن والله اللي عارف مصطفى. انا التوقع ديالي التعادل، قلت لك الا كان شي حاجه شي كواري غادي يجيو كره ثابته، انا كنتوقع مقابله مغلقه. نعم، اذا انت هذا الراي ديالك حسناوي. اذا الاخوان عطينا الراي ديالكم نتوما، انتصار الوداد واحد، انتصار الرجاء جوج، بحكم فرق الوداد هو المستقبل، والتعادل راه نديرو لنا اكس اذا اللي كاين. اذا الناس حسناوي هذا فيما خص، عندك شي اضافه اخي؟ تفضل.